يسأل عن الأضحية التي لم تبلغ سنتين ولكنها تحمل لحما، إذا كانت بقرة وكسرت كما يقول العامة، ظهرت لها سنتان ناتئتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، تكون قد كسرت ويجوز التضحية بها. أما إذا كانت لم تكسر، لم تكن ثنيا، فحينئذ لا تجوز التضحية بها، لأن السمنة عند جمهور العلماء لا تقوم مقام السن، والله أعلم. بمعنى إذا كان هناك عجل سمين ضخم عمره سنة ولكنه لم يكسر، لم يكن ثنيا، لم يبلغ السنتين تقريبا، فلا تجزئ التضحية به، والله أعلم. السلام عليكم.